السلام عليكم. دلوقتي عايزين نشوف ازاي ندخل خريطة على سيتي انجن. في موقع حلو قوي اسمه اوبن ستريت ماب، ده اوبن سورس. يعني بختار مثلا مكان معين اهوت واقول له ابدا احدد الاماكن بتاعته، وممكن نعمل له اكسبورت اهوت، اقول له اكسبورت، فيبدا يعمل لي اكسبورت واسميها مثلا دوحة اهوت. الانترنت بتاع OSM، هاجي هنا ومن فايل هقول له اعمل امبورت ل OSM وبراوز، هبدا اختار الملف اللي انا عايزه. دلوقتي اعمل سيلكت كل حاجه، لو في حاجه مش عايزها ممكن اشيلها، واقول له فينيش. اوكي، هيبدا يعمل امبورت بالشكل دوت. ده الجزء اللي احنا اخترناه من الخريطه، بقى موجود معانا في سيتي انجن واقدر اعدل عليه زي ما انا عايز. على سبيل المثال ممكن اعمل سيلكت مثلا الجزء دوت واختار مثلا ان انا اعمل له موف وابدا احرك فيه من خلال الاسهم بالشكل دوت، او ابدا اضيف طرق ثانيه جديده هنبدا نشتغل عليها. مثلا الطريق دوت هنعمل مثلا مسار بالشكل ده بالشكل دوت وهكذا، فيبدا يعمل لي الطرق الجديده.